أكدت سجايا فتيات الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين أن برنامجها التدريبي الميداني مهنتي الذي اختتم فعالياته حظي بمشاركة العديد من الفتيات خضن خلالها مجموعة من التجارب الجديدة لاكتساب الخبرة العملية من التدريب الميداني في الهيئات والدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة. في إطار تأهيل الفتيات لخوض البرنامج التدريبي، نظمت سجايا للفتيات جلسة حوارية لإكسابهن خبرات عملية من خلال التعرف على مختلف الوظائف عن قرب وتهيئتهن للانخراط في سوق العمل بشكل مباشر. برنامج مهنتي هو برنامج تدريبي هسنا نظمناه للسنة الخامسة على التوالي. يهدف البرنامج لإكساب المشاركات مهارات في مجال العمل تفيدهم في المستقبل وتفيدهم قبل العمل أيضا في اختيار المجالات اللي يبون يتخصصونها في الجامعة. هالسنة تقريبا كان عندنا 200 مشاركة من أفرع شارقة، خرفكان وكلبة. وعلى هامش حفل الاختتام، نظمت سجايا فتيات الشارقة جلسة نقاشية بعنوان إماراتيات في وظائف غير اعتيادية، اللواتي استعرضن تجاربهن ونجاحاتهن الخاصة وتحدثن عن دور القيادة الرشيدة التي فتحت جميع الأبواب أمام المرأة الإماراتية ووفرت لهن كل الفرص ليصبحن رائدات وقياديات المستقبل. طبعاً أنا سعيدة أن في بنات يبغون يعرفون عن الإماراتيات أو فيهم شغف يعرفون وين وصلوا هالبنات. أتمنى كل امرأة إماراتية لها الإمكانية أن تلتحق بأكاديمية الدفاع المدني. سلك الدفاع المدني جداً رائع. تم استدعائنا في هذه الجلسة للحضور في برنامج مهنتي لأن نشغل وظائف مختلفة أو وظائف ممكن نقول أنها نادرة في دولة الإمارات، وكوني مكتشفة لطفرة جينية جديدة فهالشيء أدى مثل ما نقول فضول وشغف لدى الطالبات عشان يعرفون كيف وصلت لهذا الاكتشاف من خلال تخصصي التقنيات الحيوية. تنسجم جهود سجايا في تنظيم البرامج التدريبية الميدانية مع استراتيجية دولة الإمارات 2021 التي تولي اهتماماً كبيراً للشباب وتمكنهم ليكونوا قادرين على تحمل المسؤوليات والمشاركة في مسيرة التنمية. تمكنت سجايا من خلال برنامج مهنتي من إيجاد شراكة واستراتيجيات بناءة مع مؤسسات ودوائر حكومية وخاصة لإحداث نوع من التكامل ومزيد من التفاعلية في تنفيذ العمل التنموي على أرض الواقع. لإخبار الدار لمياء المازمي من الشارقة.